حذرت الولايات المتحدة تركيا مجددا من عواقب سلبية إذا لم تتخلى عن شراء منظومة S-400 الصاروخية الروسية، التي تعد الإدارة الأمريكية أنها تتعارض مع رغبة أنقرة في شراء طائرة الشبح الأمريكية الجديدة من طراز F-35. وقالت مورغان أورتيغاس المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية للصحفيين أن تركيا ستعرض نفسها لعواقب حقيقية وسلبية إذا قبلت بالمنظومة الصاروخية الروسية.